حسين يا غريب. جاي فقير طرق باب بيت رسول الله. يا رسول الله أنا رجل جائع بطن جائع، أعطيني لقمة خبز. رسول الله ما عنده خبز. الإمبراطور ملك أموال بيده، ولكن الأموال كانت توزع بالليل، الله وكيلكم، ولا درهم يبقى في بيت المال، موزع على كل الفقراء. الآن جاء استثناء رجل فقير. يا رسول الله جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمار خذه إلى باب بيت ابنتي فاطمة. جاء إلى باب بيت فاطمة الزهراء. يا ابنة رسول الله أنا جائع. أمير المؤمنين سمع، دخل الدار، أجلس الرجل في غرفة الاستقبال عند الباب. دخل أمير المؤمنين قال يا فاطمة نوم الصبية الحسن والحسين وأعطني طعام. فنيمت الحسن والحسين جائعين وجابت الطعام وأعطت لعلي بن أبي طالب. الإمام عليه السلام وضع الطعام مقابل الضيف الغريب المتسول. شنو من أفكار؟ لازم حقيقة شوي نجي نراجع تاريخنا إخواني ونفتخر بهذا التاريخ. هذا التاريخ الذي يبني البشر، هذا التاريخ الذي يبني الإنسانية. الإمام عليه السلام أطفأ المصباح ووضع الطعام أمام الضيف، فكان الضيف يأكل هنيئا وعلي يلوك بلسانه. يعني شنو؟ يعني كان يتظاهر بأنه يأكل حتى لا يستحي الضيف، حتى لا يخجل الضيف، لأن الطعام ما كان يتسع للنفرين لشخصين، حتى الضيف لا يستحي إنما يتظاهر أنه يأكل معه. امطف الضوء حتى الضيف لا يشوف مقابل علي ما في طعام. شبع الرجل، شرب جرعة من الماء، رفع يديه، اللهم أعط فاطمة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. أمير المؤمنين قال إلهي آمين، هذا دعاء مستجاب من قلب محروم. الله أكبر. الإمام علي عليه السلام هو جائع، السيدة جائعة، أطفالهم جياع، مو جياع من الفقر لا تنسون، جياع من الكرم. ولو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها، مو خبزه. هذه الأخلاقيات. جاء إلى مسجد رسول الله، نزل جبرائيل بعد الصلاة، بعد صلاة الصبح، يا محمد خذ ماذا؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هم محتاجين، هم جوعانين، يؤثرون. هذا الإيثار، الإيثار.